احنا كنا هنا ما على بالناش حتى عيطونا هما مام هما كي ثم ما عطاولهمش التليفون باش يعيطونا حتى نعلمنا نتاع العماره اللي كان بعد نهارين كان ساكن عنده. اي كي رحنا هنايا رحنا جزنا لهم ثم لقيناهم في حاله ما حاضي حاله وشفناهم والحمد لله بفضل الرجال وبفضل النواب نتاعنا بفضل كلش فتح عليهم ربي ان شاء الله وربي يحفظ كاع الشعب الجزائري ان شاء الله. بيسور فرحان بيسور ايه فرحان فرحه كبيره وخاوته كاع فرحوا به والشعب كاع فرح به تاع البرين وناس الجواب الكل فرحوا به. فرحب وليدي كي جبتوه لي الله يحفظكم الله يعطيكم نصر الله يبعد عليكم البلاوات. هذه نقول لوليدي حاجتنا زغريته كنا هنا في السيارة تاعنا ونمشوا تعدينا الرومبا تعديناها طول هنا طول ومولا الطاكسيست كان داير في الرومبا وكي مشينا قدام جينا نطلبوا منه السماح بدا يلكش فينا بالهضراوي عاير فينا بالهضراوي ويسف فينا بلي احنا من الجزائر ماشي منا ومن بعد تقدمنا قدام مشكوبين للحاكم هو حبسني عند الحاكم الحاكم جا سلم عليه سلم عليكم هكذاك ومن بعد رحنا نشكو به للحاكم الحاكم دار علينا حنايا وضربونا بالمطرق وضربونا باليدين تعرضنا للتعديل من جهه الحكام ومشينا باش نشكو لهم داروا علينا حنايا. القضيه صارت هذه في 19 حاكمهم في رومبوا مع تاكسيست ما تفهموش على الاولويه
وصارت ضغوطات في مركز الشرطه على الاولاد ومضاهم على بيفيات معناته مغلوطه ومشات ودخلوهم للحبس. بعد الجلسه تاعهم كانت في 27 في المحكمه الابتدائيه 2 في سوسه، حكموا لهم ثم بست شهور حبس بدون حضور لا تاكسي لا شهاده طبيه لا عندهم اي حاجه تثبت معناها انهم تناولوا مخدرات او كحول او اي حاجه. يعني كانت بغياب الادله. بغياب الادله، والدليل انه كي مشينا للسفاره الجزائريه استدعتنا السفاره الجزائريه بعد ما فجروا النشطاء الفيسبوكيين والحركات المجتمع المدني في البيرين، كاين منهم جماعه اللي كانوا في سوسه ثميتين، كي فجروا القضيه ووصلت القضيه للاعلام، قضيه راي عام ووصلت للاعلام ومشات القضيه، كلمتنا السفاره الجزائريه، مشينا للسفاره الجزائريه، تقابلنا مع الملحق بالسفاره او المكلف بالاعمال لانه السفير كان في عطله سي حجار، وتقابلنا معاه وتقابلنا مع مدير الامن او المكلف بالامن ثم في السفاره. جبد لنا ملف قديم تسمى تقدر تقول كوبي كولي، تغيير في الاسماء الاشخاص فقط. وملف صرا في 2017، هذا على قوله هو. احنا عندنا وليداتنا منهم واحد من ابني اصدقاء راه يديروا سياحه في تونس، عطينا لهم دراهم راحوا ذن ضربوا 3 ايام، واحد مرض من الدرسه تاعو قال له وديني للطبيب، كاين واحد مولا ناقل اجره توشى ما توشوهش كاع ما قربوش كل هبطوا ليه، قالوا له مكيان بعد سبهم بعد زادوا هبطوا ليه هرب الحاكم تاع الشرطه كما تقول تاعو كان رشوه، كي هرب الحاكم شدوهم ضربوهم اداوهم ديريكت الحبس، نحوا لهم حساب 11 مليون، لا بوليس نحوا لهم 11 مليون. الشعب التونسي طيب، رئيس المحكمة طيب، وكيل الدولة طيب، عطانا ورقة باه نروحوا نجيبوهم نشوفوهم، كي لحقنا ثم راه روحة في آخر المطاف يجري منا هبط منا هدير منا يكثر خير الدولة تاع الجزائر دولتنا ونفتخروا بها. بعد ما صرا الحادث هذا كتبوه هما عمرو وهما اللي داروا وهما ما هدروش كل ما دارهم حتى حاجه، الشعب التونسي يشهد امانه، الشعب التونسي طيب، رئيس المحكمه طيب، الحكام الحاكم تاع الشرطه كما يقولوا كيما يقولوا هنا ظالم، يشهد عليا ربي قدوا عليا 100 اورو 100 اورو باه سيبوهم 100 اورو دوها نعدل ونشكر الشعب. يعني بالنسبه للناس هذه اللي راك تعاطفت ايه ايه يا خويا نشكرهم ونشكر الشعب الجزائري، نشكر الدولة تاعنا، نشكر كلش. راسلنا وزارة الخارجية، عندنا اتصال مباشر مع سيد وزير الخارجية، المسألة متعلقة بوزارة الخارجية، ف يعني سلمنا الموضوع لوزير الخارجية وتكلمنا معه، وكان يعني صريح معنا وتجاوب على الموضوع مباشرة، و يعني أجرى اتصالاته في هذا في مثل هذا الموضوع، في هذا الموضوع بالذات، وكانت النتائج إيجابية وتواصلنا معه فيما بعد وكانت النتائج إيجابية، ويعني لأن المسألة متعلقة أساسا بعمل دبلوماسي وعمل عدالة، فترك الموضوع بداية ونهاية عند المؤسسات الرسمية للقيام بواجبها في هذا الموضوع، مع تدخل كثير يعني تدخل كثير من الأطراف للمساعدة ودفع بالقضية للحل. واليوم الآن رانا في عرس حقيقي بفرحة عودة أبنائنا لهذه المدينة الطيبة ولأوليائهم، وفي الحقيقة هي ليست فقط البيرين فرحة، هي كل الجلفة وكل الوطن فرحان بعودة أبنائه. وبالمناسبة أنا أشكر السلطات الجزائرية على تعاملها وتفاعلها وتعاونها وتدخلها في الوقت المناسب وتدخلها الإيجابي لصالح أبنائها، وهكذا عودتنا دولتنا وسلطاتنا في مثل هكذا مواقف وفي مثل هكذا مواضيع. أول مرة دخلت صبروني زوج جزيرية من تبسة، واحد اسمه مبروك ومعتز من تبسة، صبروني ربي يعطيهم 100 منه، أكثر واحد صبرنا هذاك بعثونا ربي سياح وطلقوا سراحهم وربي يحفظهم ان شاء الله، وكل زيرين قاعدين زيرين تلاقيني معاهم تعاملوا معنا مليح. ايات فهمت بارك الله فيك، برنا الليله برنا كلنا بني ادم، الليله برنا ولينا عباد، جاوا وليداتنا فرحتونا الله جميع يفرحكم ان شاء الله. هذا نطلبوك مع رب العالمين
وكثر خير الدوله فهمت، ثاني بعض الدوله والنائب ابراهيمي الاخضر كامل وشي بدوح ثاني نشكره بزاف، وعيسى بن عبد الله بارك الله فيك وقاموا معنا مقام تاع راجل، اشكركم وربي يحفظكم ان شاء الله، فرحتونا الله يفرحكم في الدنيا وفي الاخره. فلولا فضل الله وهبة شعب أمسوا خفرا طواه النسيان، فرب زارة نافعة للإنسان، فبهذا عصيتكم بكل مكان، وصار لكم من بني الجزائر إخوة لم تلدهم أمهاتكم وخلان. مرحبا بكم ونرحبوا بالضيوف تاعنا والحاضرين والمتضامنون الأهل المدينة اللي من المدينة اللي خارج المدينة، مرحبا بكم. والأشقاء هذا واحد منهم أخي وواحد بن عمي والأخرين جيراني، واليوم بحمد الله أفرجت عنهم السلطات التونسية أمس واستكملوا الإجراءات قاعدين على مستوى المحكمة الاستئناف على مستوى المؤسسة العقابية، وفاتوا الحدود وتلاقوا بالسلطات الجزائرية، ثم نشكرهم ثاني السلطات الجزائرية من أدنى مسؤول أعلى مسؤول، ونشكر السلك الدبلوماسي الجزائري السفير القنصل العام في مدينة سوسة قاموا بنا، نشكر النواب تاوعنا ثاني سي طاهر الشاوي، نشكر الأخضر الإبراهيمي، النواب أجمعين اللي نسيناهم ثاني مشكورين. أهل البيرين يعرفوا الشبان هذو، يعرفوا السيرة تاعهم، يعرفوا السلوك، شافوا منهم قال خير، واليوم عاشوا معنا المحنة نتاعي هذا اللي فاتت، وكل يوم يسقسوا فينا على حالهم وعلى أحوالهم، واليوم الحمد لله تم الإفراج عنهم كما قلت سابقا أمس.